الخاصية نظام الخاصية الوسطية. وسطية مهمة، شو معنى الوسطية؟ معناتها أحكام الشريعة التي قلنا أنها مستقيمة تتخذ دائما نقاط الوسط بين جميع المتقابلات والمتضادات. يعني قبيلي تشرعي سيدي في الناس والطفرة ما ليكستر ما كان هكا في الناس مثلا أصفيون يسرحوا فوسيس يتبذير ما كان قرار ستبذير واحد مبذير يتصرف كان يتصرف كان أسمو بيا لطيف فوسيس بزاف إغلقاس أتقوى كي تطرف إكستريميست أتفوايل يشد تلقى رمز الشح البخل ساقي ذير الشريعة يتقى وتسيلي تلعب المبذير يتلقى الريميس باطل بلا المعنى بلا الفايدة وتسيلي ذا مش حاعد أتشد في مالي فلاوي كل شيء ولاش ليش دينا الشرع؟ إن هذه الآية لطفي ولا تبسطها كل بسط فتقعد إذن الاعتدال في الإنفاق أليس كذلك؟ تكون معتدل أتصير ذاك في الناس تنفق وين يجب الإنفاق ولا تنفق وكذا ولا تكون شخصا وبخيل وهكذا لكن في مجال الإنفاق أيضا في مجال السلوك التفضيل المتهور يا لطيف كل حاجة يصدم متهور ويتحس الزبال أتفويض جبان خواف يتسوى ثليس في كل شيء خطير لا ثلمس كل شجاع الشجاعة وسط بين رذيلتين بين التهور والجبن ثلمس هذه الدليل نضرب القرآن الكريم في سورة البقرة آية 143 وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم بشيء وسط واستقبلت القرن فقرنيس تسكت قرنيس ثاني الناس ثقيل الخالق ثقيل قلت امرأة تصرف المنيس تسعى الفلسفة ديك ساعة سقراط فيلسوف إغريقي فيلسوف إليه الفضيلة وسط بين رذيلتين أفلح زهير الناس فقرنيف تسكت قرنيف فالناس ثقيل الخالي أول دلالي إمغار ميف أول سقراط أي خطر سدوكوس كانوا سقراط دوكس لا يذهب تخطر إكستريميزم فالناس وكذلك جعلناهم أمة وسط وقيل أدريد السلامة وثكيلة وسطية في كل شيء في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق والقيم والسلوك كل شيء تطبيقات لا تعد ولا تحصى فهمنا يا جماعة الخير صافي من هذه الخاصية الزوج الربانية كاركتيرستيك الزوج تسمى ثلاثة مثلا الشمولية ثلاثة الواقعية ثلاثة الناتج الوسطية